كربلاء، معركة وضعت أوزارها قبل 1000 سنة وأكثر، لكن لا زالت تثير الجدل في ملفات عديدة حتى اليوم، وتبقى رأس الحسين هي الملف الوحيد الذي لم يطوى إلى الآن. كانت كربلاء هي المدينة الأولى التي قيل أن الرأس مدفون بها، لكن الخليفة المتوكل العباسي أمر بهدم قبره، وبعد نبشه وصلوا إلى اللحد ولم يجدوا فيه أي أثر للرأس. 8 مدن في 6 دول تتنافس على حسم وجود رأس الحسين. جاءت المدينة الثانية لتكون المدينة المنورة، التي قيل أيضاً أن الرأس مدفون فيها بجانب قبر أم صاحبها، لكن المسعودي في القرن 4 الهجري لما زار البقيع وجد رخامة عند قبر السيدة فاطمة الزهراء مكتوب عليها كل المدفونين معها، ولم يأتي ذكر اسم الحسين لا جسداً ولا رأساً. وذهب البعض لمدينة ثالثة هي مرو، فقالوا أن أبا مسلم الخرساني أخذها من بلاد الشام فور هزيمة الأمويين ونقلها إلى مرو في خراسان، إلا أن أبا مسلم لم يدخل بلاد الشام بعد سقوط دولة بني أمية إلا بعد 4 سنوات. أما بلاد الشام ففيها 3 أماكن تتصارع على حسم وجود الرأس بها. قيل أنها في جامع الرقة، وتم النقل إلى هناك بأمر من يزيد ليدفنها في ديار آل أبي معيط، لكن هذا خاطئ تاريخي، لأن حكام بني أمية لم يؤسسوا مسجداً جامعاً في تلك المدينة. قيل أنها في دمشق، وتحديداً في باب الفراديس، لكن العثمانيين لما أرادوا هدم باب الفراديس نقبوا عن الرأس فوجدوا فجوة خالية. وقيل أنها في دار خزائن السلاح بقصر خليفة بني أمية، ثم دفنت في مكان مجهول، لكن ريا حاضنة يزيد بن معاوية قالت أن العباسيين أخذوها ودفنوها في مكان غير معلوم. وجاء المكان 7 ليكون مدينة عسقلان في فلسطين، ودفنت الرأس فيها بعد قتل الحسين بأمر من يزيد بن معاوية، إلى أن جاءت إلى المدينة 8 وهي القاهرة واستقرت هناك. وسط كل هذه الأقوال، ما هي قصة رأس الحسين وأين هي بالتحديد؟ تحولت إلى أسطورة، أسطورة بقت أو خرافة بنشوفها بتتردد في مختلف أنحاء العالم الإسلامي، فظهرت مجموعة من المشاهد في عدد من الأماكن كلها بتقول إن رأس الحسين موجودة عندها. من ضمن هذه الأماكن كان مدينة عسقلان الموجودة حالياً في فلسطين المطلة على البحر المتوسط. في المدينة ديت ظهرت بعد كده شائعة أو أسطورة بتقول إن الرأس موجودة هناك، مفيش أي دليل تاريخي بيقول إن الرأس نقلت إلى عسقلان بشكل حقيقي. قضية إن أتحدث عن واقع تاريخي ومسألة تاريخية على أنها أسطورة، طب ما هم الفاطميين في البداية ادعوا النسب الشريف وعلماء الأنساب يرفضون نسبهم، يعني كان أدعى لهم يؤكدوا على النسب، خصوصا بعد ما قام العباسيون بالطعن في محاضر رسمية في نسبهم. يعني القضية بالنسبة للفاطميين أن أثبت نسبي، يعني هو الخليفة الفاطمي لما أراد أن يثبت نسبه لعبد الرحمن الناصر مسك السيف كده قال له هذا حسبي، ونصر الدنانير والزابية وهذا نسبي. فهو لما اتزنق، لما الناصر بيقول له أما أنت فقد عرفت نسبي فهجوتني، أما أنا لو عرفت نسبك لهجوتك، أنا ما عرفش أنت نسبك منين. فكان أدعى ليهم بدل الرأس، لو إحنا بنتكلم على الأسطورة دي استهلالة بس، يعني أدعى ليهم أن هم يؤكدوا النسب ويثبتوا صحة نسبهم من خلال علماء الأنساب، أكثر كان هيبقى ترويجا لهم، خصوصا لما اتعمل محضر بعد 426 هجرية بإثبات بطلان نسب الفاطميين، وكان في توقيت حرج جدا برضو للفاطميين، خصوصا في الوقت ده كانت الحركه الصليبيه كانت مشتعله على اوجها، وفيها عمليات استرداد للاماكن، وفي صراع ما بين الفاطميين بيحاربوا شويه ويختبئوا شويه العباسيين وهكذا. يا سيدنا الحسين يا ابن الاكرام انت الرسول، رسول الله ابا السجدين وزين الله
قطع رأس حسين كان مجموعة من القادة، يمكن أشهرهم شمر بن زجوشن، وده واحد من قادة الجيش الأموي اللي قام بعملية القتل الحسين وقطع رأسه، لأن بعض الجنود خافوا إن هم يقطعوا واستحوا إن هم يقطعوا رأس حفيد النبي. بعد قتل الحسين تم قطع رأسه وحملها أولا إلى والي العراق اللي هو عبيد الله ابن زياد ابن أبيه، وده كان هو المتسبب الأساسي في المعركة وهزيمة الحسين. وبعد ما حصل على الرأس ونكل بالرأس نفسها، كان موجود مع الرأس كمان مجموعة من سيدات البيت آل البيت، على رأسهم السيدة زينب بنت سيدنا علي والسيدة فاطمة الزهراء، مجموعة من نساء آل البيت، مجموعة من الأطفال الصغار الذين نجوا من المعركة، وعلى رأسهم زين العابدين علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب. حمل هذا الموكب الجنائزي الحزين إلى الكوفة أولا، ثم بعد ذلك طلب الخليفة الأموي يزيد بن معاوية أن يتم نقل هذه المسيرة بشكل كامل إلى دمشق نفسها اللي هي مقر الحكم الأموي. هناك تم أيضا استقبال هذا الوفد بحزن شديد من بعض المتعاطفين مع الحسين ومع آل البيت. هذا الحزن دفع الخليفة يزيد بن معاوية أن يقلص حجم احتفالاته بانتصاره على الحسين، وأجبر على إخفاء الرأس بشكل سريع حتى لا يزيد مشاعر الحزن أن يعيد نساء آل البيت إلى مكة والمدينة بشكل محترم، يحفظ لهم كرامتهن بعد طبعا هول المعركة وبعد حملة الاستياء الواسعة جدا التي خشي منها يزيد بن معاوية أن تخرج الأمور عن السيطرة ويؤدي ذلك إلى إكساب قضية آل البيت المزيد من المتعاطفين. يمكن دوت السبب في أن الاحتفالات الأموية بالانتصار على الحسين وآل البيت تم تخفيضها وتم التقليصها، وده أدى كمان إلى أن رأس الحسين نفسه اختفت في ظل هذه الأجواء. لكن مسألة الرأس كانت عبارة عن أنا عندي نصوص حقيقية اللي عمل لي الإشكالية دي كلها أن هي مش موجودة، عندي واحد من التابعين ويمكن إمام الطبري نفسه يقول لك إيه أن مكان الرأس ليس له وجود غير معروف، والرأي ده يعني مرره الطبري كده على في تاريخه وذكروا بعض أرباب الحديث، لكن هذا الرأي لا يمكن أن يتم التعامل معه أبداً. يعني إذا كان البعض يقول لك يا دي أسطورة لأن الطبري قال إن هو مخبأ أو غير معروف أو ما شابه ذلك، لا ده أشبه باللي بيقول لي إن قبر النبي دانيال إن النبي دانيال لا وجود له، لأنه النبي دانيال أصلاً كان موجود في مدينة المدائن وأخرج سيدنا عمر غربه أو قالت فنوه غربوه في مكان تاني لكن هو موجود، ما أقدرش أنا أقول إن النبي دانيال لا وجود له. مسألة إن أنا أقول إن الرأس أسطورة، سيدنا الحسين بطبيعة الحال لأن الرأس أسطورة فين؟ الرأس لها وجود، والوجود لها بيحكيه ابن العمراني نفسه عشان نأكد إنها ليست أسطورة، دي حقيقة تاريخية. عملية القطع تمت شمر بن الجوشن وقيل غيره سنان بن أنس أو كلام كتير جدا عن من الذي قطع الرأس، وإن كان زي الصفدي ما قال الذي قطع الرأس هو شمر بن الجوشن. أي مكان الرأس قطعت اللي عمل الربكة كلها الكلام بتاع ابن تيمية في فترة متأخرة المتوفى في العام 728 هجرية وبعض من نقل عنه. ليه بقى؟ الكل بيأكد لا خلاص الرأس اندفنت في المدينة خلاص لا وجود لها، ما حدش كلمني عن وجود الرأس في مصر. البعض التاني بيقول لك ايه اصلا هي غير موجوده، ده الراس اللي موجود. يعني ابن تيميه روج عن القسطلاني وعن غيره ان راس احد النصارى هي المدفونه في مكان المشهد الحسين، وفي روايه تانيه عن ابن دحيه قال لا ده راس احد الحواريين. ما عنديش اي نصوص تاريخيه تكلمني عن دي مجرد افكار زي ما انا قاعد كده ممكن اقول لك انا والله انا شفت الشيخ الفلاني، وانا نوع من انواع الكلام اللي هو مطلق على عواهره دون اي اسناد او اي روايه، ما عنديش اي سند تاريخي ولا اي قول تاريخي ولا اي رواية تاريخية تؤكد ذلك. لكن أنا عندي إيه بقى؟ عندي أني واحد شاف الرأس وهي في قربلاء أو في قصر الكوفة. وليه بتكلم عن قصر الكوفة؟ لأن ده أنا هحتاجه بعدين، ما هو ده قصر الأمير. فعبيد الله بن زياد حمل الرأس خلاص الجثمان اتفصلت الرأس عن الجثمان والجثمان دفن في قربلاء وحمل الرأس في القصر فرآها البعض، لكن هل بقيت في قصر الكوفة؟ لم تبقى، نقلها بعد ذلك. ده المشاهد دي اللي بتعملي الربك عشان كان محتاج اوقف عندها. ما انا جبت الرأس قطعت وانا موجود في القصر فبقت معايا ساعة ساعتين ثلاثة يوم لحد ما يتم نقلها الى المكان الاخر، فرآها البعض في قصر الكوفة فظن انها خلاص دي موجودة في الكوفة، لا نقلت بعد ذلك من الكوفة الى دمشق. ودي الروايات الصحيحة
اللي تم غربلتها تاريخيا سواء عند الطبري او عند البلازوري او غيره، ان الراس تم ارسالها الى دمشق، وان ما روي من روايات بان يزيد كان ينكس بعمود في الوجه وهشمها، كل هذه الروايات باطله لا تصح ابدا. وكان جماعه من اهل عسقلان قاعدين، ودي الروايه بتاعت ابن العمراني بقى. ابن العمراني في تاريخ الخلفاء بيكلمني على مساله النقل، انا كده وصلت عشان ارد على مساله اسطوره، هي مش اسطوره خالص، ده انا عندي نقول بتكلمني واحداث تاريخيه ثابته، وابن العمراني بيكلمني ان جماعه من اهل عسقلان حضروا وقت وصول الراس الى دمشق، فطلبوا من يزيد، قالوا له يا امير المؤمنين هل تسمح لنا الى ان نحملها عندنا في عسقلان؟ ده نوع من انواع الحب المفرط لآل البيت اللي موجود عند كل الناس، وتم حملها بالفعل الى عسقلان. الكلام ده كان امتى؟ 61 هجري. نطقت راس الحسين انا جدي ثاني اثنين انا ابن الخيرين انت للسر كاتم للياس قاطم للموت قاطم يا ابن فاطم. رأس الحسين تحولت مع الوقت إلى أسطورة شعبية ذات قابلية وشعبية كبيرة جدا عند جموع المسلمين، وكانت النتيجة أن ادعت عدة مدن أن الرأس موجودة عندها، فأصبح هناك مشهد في عسقلان، مشهد في دمشق، مشهد في أكثر من مدينة في مشرق العالم الإسلامي، كلها تدعي أن الرأس موجودة عندها، لما الرأس رمزية كبيرة جدا عند جميع المسلمين. وده أدى في الحقيقة لتضارب الأقوال وتضارب الروايات وتضارب القصص حول كيفية انتقال رأس الحسين، وادعت عدة مدن أن الرأس موجودة عندها بما فيها عسقلان، بما فيها دمشق، بما فيها معظم مدن المشرق الإسلامي، حتى وصل إلى الموضوع أن القاهرة نفسها كمان ادعت أن الرأس موجودة عندها. هل الرأس موجودة في مصر أم لا؟ وده بيرجع لكثرة المشاهد التي وجدت لرأس الحسين، يعني عندنا قرابة 9 مشاهد صنعت لرأس الإمام الحسين، منها رأس موجودة في مرو، وقالوا إن أبا مسلم الخراساني نقلها، وده وهم طبعاً، إن أبا مسلم الخراساني لو في عصر الدولة العباسية نقل الرأس لمرو كان هيشهر بالأمويين، وكانت فرصة ليه في إزالة الدولة بسهولة. قول تاني إنها في حلب، وده برضو ما فيش عندنا أي سند ليه. قول تالت إنها اندفنت في دمشق ولم تنقل إلى غيرها، لا هي جملت في دمشق زي ما هنشوف دلوقتي حال نقلها من دمشق إلى عسقلان، ده قول، لكن هي لم تدفن لا في باب الفراديس ولا في ضريح في دمشق ولا غيره، لكن هي جملت ووضعت في الحرير وعطرت بيدي يزيد بن معاوية، وهيتم نقلها بعد ذلك بعض طائفة من أهل عسقلان هيأخذوها إلى عسقلان، ويبنى لها المشهد المخصص لها سنة 61 هجرية لها سنة القتل تقريبا بعد أيام من إيه، من قتل أو استشهاد الإمام الحسين رضوان الله تعالى عليه. طبعا عندي رواية تانية بتتكلم على إنه دفن في النجف بجوار والدي، دي رواية بطيلة جدا الشيعة روجوا ليها. في رواية بتقول إنه هو رجع ابنه أخده بعد 40 يوما ونقلوا في سفر إلى جوار الجثمان، والشيعة في غالبهم بيقولوا الكلام ده، برضو دي رواية بطيلة ما عندناش منها أي أسانيد ولا أي روايات تؤكد على هذه الرواية. رأس سيدنا الحسين في مصر ثابت تاريخيا وثابت بالكشف عن طريق الأولياء، لدرجة كان في شيء لطيف سمعته عن نقلا عن والدي، كان من تلامذة الشيخ عبد ربه سليمان، وكان في الستينيات الشيخ عبد ربه سليمان يعطي درس في سيدنا الحسين بعد صلاة العصر كل يوم جمعة، وكان والدي يحضر هذا الدرس وحكى لي هذا لما كبرت، فبيقول إن جاءه صحفي وبيسأل الشيخ عبد ربه سليمان هل رأس سيدنا الحسين أكيد موجودة في مصر؟ فقال له انت اسمك ايه؟ قال له انا فلان ابن فلان. قال له ايه اللي يثبت لي انك انت ابن فلان؟ قال له عقد الزواج. قال له عقد الزواج ده ثبت بشهادة 2، ورأس سيدنا الحسين ثبتت بشهادة آلاف عن آلاف عن آلاف، فوجوده هنا أثبت عندي من ثبوت نسبك لأبيك. واسألوا كربلاء ابن الحسين علوتم البلاء يعني يا سيدنا الحسين الله تعددت الأساطير، من ضمنها أن السيدة زينب حملت الرأس معها وانتقلت بها إلى المدينة المنورة،
وتم دفن الرأس مع المشهد الخاص بالحسن ابن علي ابن أبي طالب والسيدة فاطمة وفي البقيع، وتم دفن الرأس هناك. الأمويون كانوا على دراية كاملة ومعرفة بمدى خطورة وجود الرأس، لأن وجود رأس الحسين هي رمز للثورة، هي رمز للخروج على الحاكم، فكان لابد من طمس هذه الرمزية والقضاء عليها بأسرع وقت ممكن. لذلك الغالب والأصح من متابعة الروايات التاريخية أن الرأس تم القضاء عليها أو تم الحفاظ عليها داخل قصور الأمويين، ولم يسمحوا أنها تنتشر أو تنتقل من مكان إلى آخر. لماذا حصل التشكيك؟ لأن ابن تيمية للأسف لما انتشر الوهابية وانتشر السلفية في مصر وعندهم شيخ الإسلام الحصري بتاعهم هو ابن تيمية، ليس لهم شيخ سواه ولا شريك له، دي مشكلة عندهم. وانتشروا طبعا في مصر في بقاع مصر، حتى كفور مصر انتشر المذهب على مدى بقاله أكثر من 100 سنة أو 150 سنة انتشر في مصر. ابن تيمية ذكر في بعض كتبه أن لم يثبت وصول رأس سيدنا الحسين، يا ريت حتى بيقول سيدنا الحسين ويقول الحسين كده، لكن احنا علينا نمشي مع الجموع العامة ويكفينا الشهرة ورؤى الصالحين والثبوت التاريخي. من أول ما جالك القرار أنه في لجنة من الأمن، كان مين الموجود في اللجنة مع حضرتك؟ كان معنا مأمور اسم الخليفة أو الجمالية. الجمالية وكان معنا اللهم صل على سيدنا رسول الله واحد اسمه عمر الفاروق، عمر أو عمر الفاروق. عمر الفاروق ده مهندس. مختص بالأثار الإسلامية. بس عجيب يعني بيحب آل البيت بسرعة. هو متخصص في القاهرة الفاطمية. يعني من كان معنا ثلاثة يعني من الأزهر، مش فاكر أسمائه الآن. تمام. حضرتك رحت المقام؟ الأول قبل ما ننزل المقام المصريون بنوا حوالين القبة، بنوا حوالين الرأس بعد فترة، بعد ما تقدم الزمن في أوائل تقريبا سنة 1928. بنوا حوض جميل حطوا تحت منه أسمنت. تمام. عشان الأتربة، عشان الديدان ما تدخلش، وجابوا المسك تاني والزعفران والحاجات دي وحطوها ومالوا المكان وحطوا الرأس. نقلوها من الأبوة اللي كانت موجودة الدائرة دي وحطوها دي. وحطوها هنا في حاجة مربعة كده. تمام. زي حوض. ده اللي هو عليه المقام من فوق. على المقام. لما جت لنا التعليمات جينا في ليلة بعد ما المصلين انتهوا الصلاة دخلنا. قفلتوا الباب عليكم بقى؟ قفلنا الباب علينا ونقدم رجل ونأخر رجل. لأن الدخول على أولياء الله الصالحين ليس بشيء الهين. تمام. سيدنا الحسين كان شخصية متميزة، كريم سخي الذي في يده ليس له، عالم فقيه محب للخير محب للناس أجمعين. كل ذا كان في ذهنك في هذه اللحظة؟ وأنا بتراجع لأن مثل هذه الشخصية لا أقدم عليها إلا بالإذن كما يقولون. الأخ المهندس فاروق، عمر الفاروق، شجعنا نحن جايين لمصلحة لإظهار حقيقة، فتقدموا. فوجدنا فتحت عضلتك. نعم. يعني أسلوب لي وصف كده، أنا عاوزك بس. نعم. نعمل واقعة بقالها سنوات. نعم. لكن قول لي الوصف. فتحتوا الباب بقى اللي هو المقام اللي موجود دلوقتي، المقام اللي تحت بقى، دخلتوا من فوق. أيوة. ونزلتوا نزلنا تحت. ثلاث درجات. نعم. شلتوا حاجة ولا التقينا فيه؟ البتاع دي معمول لها قفل. تمام. فشلتوا معانا مفتاح القفل. فتحت واشتلت، تقدم أبو، جايبين لمضة كشاف معانا، فنظرنا فإذا بالقطعة الخضراء فيها. مع جدك وأبوك سيدنا الحسين أنت علوتم مقاما الله إماما فإماما الله علوتم مقاما الله إماما فإماما الله فأنتم نشاما حربا وسلاما. الروايات التاريخية الثابت أن الأمويين كانوا أحرص من أن يخرجوا هذه الرأس بعيدا عن دمشق، لذلك ظلت الرأس محتفظة بها. عندنا رواية مهمة جدا بتقول أن الخليفة سليمان ابن عبد الملك ابن مروان قام بأن هو نزع الرأس تاني وجابها من خزائن الأمويين ودفنها بشكل سري حتى ينتهي من هذه أو هذا الملف بشكل كامل، حتى أن عمر بن عبد العزيز الذي تولى الخلافة بعده لما سأل عن الرأس بشكل واضح تم إخباره أن الخليفة السابق عليه اللي هو سليمان بن عبد الملك
قضى على الرأس بشكل كامل ودفنها في مكان سري لا يعلمه أحد. بخصوص الرواية الخاصة بأن الرأس كانت موجودة في خزائن السلاح، بعض الروايات بتقول أنها كانت موجودة في خزائن السلاح، دفنت هشام بن عبد الملك دفنها في خزائن السلاح وبقيت معلقة، والبعض بيقول لا دفنت في دمشق عند باب الفراديس، والبعض بيقول لا دفنت في قصر الإمارة في دمشق، والبعض بيقول لا ده دفنت في المسجد الأموي. أنا عندي روايات كثيرة جدا في دمشق، كل هذه الروايات لا تصح البتة، لا تصح فيها رواية البتة، كلها روايات منقطعة وضعيفة ولا سند متصل لهذه الروايات. لكن اللي حصل يقول لي بقى عمر بن عزيز شافها، ده كانت في خزائن السلاح، ده اتحملت. البعض بيكلمني انها حملت في روايه من ضمن روايات دمشق، انها حملت على اسنة الرماح وطافوا بها في دمشق، ده كارثه. يعني كون ان انا الف بها في رماح، ده انا كفى بقتل الامام الحسين بلوى، ويزيد لا يحتاج الى كوارث اكثر يصدرها لنفسه. وفي نفس الوقت يزيد كان بيلقب بفتى العرب، وكان ذكيا جدا، وابوه لما اختاروا اصلا خلافه عن يزيد، كارثته الوحيده، أزمته الوحيدة في التاريخ الإسلامي، أن الحسين قتل في عهده، كارثة. يعني لو كان من أصلح أهل الأرض لصار من أفسد أهل الأرض بقتل الحسين في عهده. يعني حتى سواء شارك في القتل أو لم يشارك، دي قضية من القضايا اللي هي بترتبط بالتواريخ، أن في عصري وقع كذا وكذا. مش يعني كليل العقل أن يرفع الرأس على أسنة الرماح ويطوف بها، الناس هتتعاطف أكثر وهيقلبه، هيبقى وقتها ثورة يعني لا تبقي ولا تظهر، وستطيح بحكمه وبحكم كل من يأتي من بعد. كل هذه روايات روايات باطلة لا تصح. أنت شجرة الكرم نبتت في الحرم، شجرة الكرم نبتت في الحرم، ضياء للأمم زجابا للغمم. لكن في الحقيقة في رأس اتحطت، لا أحد ينكر هذه الواقعة، لكن هو السؤال هل الرأس اللي وضعها الفاطميين هل فعلا هي رأس الحسين؟ ده سؤال مهم جدا نسأله نفسنا. مفيش أي دليل حقيقي يخليه يجزم إن دي رأس الحسين، هي رأس موجودة، لكن إزاي وصلت الرأس دي وإزاي اتبنت عليها الأسطورة اللي اتحولت لأحد أهم أوتاد الحياة الروحانية لمدينة القاهرة بشكل كامل والمصر عموما، ده يرجعنا للفاطميين والظرف التاريخي اللي حاولوا فيه وظفوا أسطورة الحسين لتدعيم شرعية الفاطميين. أنا ابن ميسر والمقريزي لما نقل وبيقول لي وفي عام 548 ثم في عام 549 تم النقل إلى المشهد الحسيني، وبيذكر لي 548 أن الصالح طلائع ابن رزيق أراد أن ينقله إلى مسجده، وبيذكر لي في التاريخ ده تحديدا كده. فأنا يعني هو مستحيل، يعني السقف لا يمكن أن يوضع على غير أعمدة. فهو بيذكر لي الواقعة أن الصالح طلائع ابن رزيق بنى مسجداً أو بنى جامعه لكي ينقل الرأس إليه، وبيذكر لي الحادثة سنة 548، وبالتالي المسجد كان موجوداً. إذا حدث عليه أي ترميمات أو أي يعني تحسينات بعد ذلك، فده وارد أن يحصل، وده وارد موجود عندنا في الأثار الإسلامية كلها. أنا عندي أثار من أيام الفاطميين ودخل عليها تعديلات أيام المماليك وأيام الأيوبيين، فده وارد في الحضارة العربية الإسلامية بكثرة. بيقولوا لما مروا في شارع لحد ما يوصل عند قصر الزمرده علشان يحطوه عند الرأس الشريف في الممر الدهليز اللي بيسموه الوقت باب السر عند المصريين الآن، فاحت رائحة المسك فسموا الشارع ده المسكي. لحد الوقت يعني عندنا شارع المسكي معروف مشهور، شارع تجاري. سر تسميته المسكي لما مرت الرأس الشريف في هذا الشارع فاحت رائحة المسك. ونورك مطلب وحبك مذهب وأختك زينب. أحد أهم الأساطير التي أنتجت عن رأس الحسين هي هذا الجامع. في الحقيقة الجامع ده اتبنى سنة 555، يعني الصالح طلائع بنى هذا الجامع سنة 555، في حين أن الثابت تاريخياً أن الرأس دخلت مصر سنة 548، أي قبل بناء هذا الجامع بسبعة سنوات كاملة. بالفعل هو حصل. وأنا لما يبقى عندي فيه خلافات، يعني أنا عندي نفس الخلاف في المشهد اللي في عسقلان، يعني قضية الأثار ما أسهل إن أنا بيحصل فيه بناء عمل ويتم استكماله بعد ذلك. يعني القلعة، قلعة صلاح الدين، بدأت على يد صلاح الدين لكن استكملها بعد ذلك الكامل ابن العادل أخو صلاح الدين. فاستكمال الاثار وكون ان الصالح طلائع ابن رزيق مات 555 هجري اصلا، فكره نقله للراس كانت سنه 548 هجري. هو بيفكر في الراس، ابن ميسر بيذكر لي نصا
قويا جدا نقله المقريزي عنه في إتعاظ الحنف وفي الخطط المقريزية، بأن الصالح طلائع ابن رزيق أراد أن ينقله إلى مسجده المخصص بذلك. وده اللي عندي، ده الشاهد اللي أنا محتاجه. يحصل لي بقى تغيير في الشواهد، ان لا ان في 555 والنص بتاع ابن ميسر واضح جدا بانه اراد ان ينقله الى المسجد المخصص لذلك، وبقف دايما على الكلمه دي الى مسجدي. مستحيل جدا ان هو يكون لم يبني مسجدا والمسجد لم يكن موجودا وهيبدا ينقل، هو اسس مسجدا لكي ينقل الراس الى هذا المسجد اللي هو مسجد الصالح ايه طلائع ابن رزيق. وبعد ذلك الفائز عارض هذه الفكره وقال له لا نحن اولى بذلك، وبالفعل تم نقله بعد ذلك، منعه من ان يضعه عند الصالح في مسجد الصالح طلائع ابن رزيق إلى أن أسس المشهد الحسيني، ووضعوه مرة في العشريات اللي هي سفن مخصصة لذلك، الرأس وضع فيها، وحمله أحد خدم القصر ونقلوه مروا بالبستان الكافوري، واللي هو كان بستان كافوري الإخشيدي، وبعد ذلك وضع عند قصر الزمرد، ومن قصر الزمرد عند قبة الضيلم اللي هي فيها، وكانوا يذبحون بقى اللي هو المكان اللي أسس فيه المشهد الايه الحسيني، وكانوا يذبحون الأبقار والإبل وما إلى غير ذلك. فمسألة ان يبقى في شاهد عندي، او الخشبة عندي، الخشبة اللي غسل عليها بالفعل عند الرجل الذي حمله على رأسه ولم يصب بأي أذى، زي ما هنشوف دلوقتي صلاح الدين لما أراد أن يعذبه مرارا. يعني ده كان نص، احنا ناس بتتكلم بتقول لك هو صلاح الدين الايوبي هو موقفه ايه من الراس؟ هو اقر وجود الراس في مصر. يعني صلاح الدين الايوبي السلطان اللي حكم مصر والشام اللي يعني كان ليه دور كبير جدا في الحروب الصليبيه، فكره اقراره بالراس ان احد خدم القصر الفاطمي لما سقطت الدوله الفاطميه. ابن الاسير بيعبر عن السقوط سقطت دون ان ينتطح فيها عنزان، وابن الاسير صلاح الدين بيجيب بقى بعض الأفراد عشان يسألهم عن أموال القصر. أنا انتقال من دولة لدولة وعايز أشوف الأموال ومشي بيت المال وأشوف الدنيا تمشي إزاي. فأتي بمسؤول الأموال في القصر، وده اللي كان حمل الرأس على رأس الإمام الحسين على رأسي، فعذبه شديدا، وكان بيجيبوا خنافس وحاجات كده يضعوها على الرأس، والخنافس دي زي ما المقريزي بيذكر كانت من أشد الأمور تعذيبا، ويضغطوها على رأسي فلم تمس فروة رأسي بإيه بأذى، وكانت الخنافس تموت. فاستعجب صلاح الدين واستعجب من يعذبه، فسألوه لماذا لا تضرك الخنافس التي توضع على إيه على رأسك بهذه الطريقة وقد عذبنا بها من قبلك الكثير؟ قال لأن هذه الرأس حملت رأس الإمام الحسين. فمقامك الرؤوس بل عشقك في النفوس، قال العدنان تركت الثقلان أهلي والقرآن على الحوض يلتقيان. من ضمن الحكايات اللي اتقالت على رأس الحسين واحدة إن منها تهمنا إحنا هنا في مصر، وهي الخاصة بوجود الرأس في عسقلان. حسب الأسطورة ديت إن تم نقل الرأس من خزائن الأمويين في دمشق، وتم لفها في منطقة مدن الشام كلها، وبعد ذلك استقرت الرأس في عسقلان. في الواقع زي ما قلنا ان رأس الحسين بقت تشريف، فكل المدن بتدعي ان هي عندها رأس. من ضمن الحاجات ديت، من ضمن المدن ديت، كان مدينة عسقلان اللي كانت مركز تجاري مهم جدا على البحر المتوسط. فأهالي المدينة عملوا مشهد، واحنا عارفين ان المشاهد في احيان كتير بتسمى مشاهد رؤية، يعني واحد بينام في مكان فبيشوف الحسين او بيشوف السيدة زينب او بيشوف اي حد من الصالحين ويعمل له مقام رؤية ان هو شافه في المكان دوت. فتم بناء مشهد قيل انه مشهد الحسين او رأس الحسين. في الواقع الفاطميين فضلوا عسقلان تحت سيادتهم اكتر من 150 سنة. لم يذكر عن اي خليفة فاطمي في الفترة الاولى من حكم الفاطميين اهتمام بمشهد عسقلان، ولا تم ذكره في ان اي خليفة فاطمي سواء اللي هم خلفاء الاقوياء سواء المعز العزيز الحاكم بامر الله وصولا للظاهر والمستنصر، ما فيش حد منهم اهتم بهذا المشهد نهائي، ومحدش ادعى ان في اصلا مشهد للحسين في مدينة عسقلان. في الواقع بقى التاريخي ان الفترة اللي اهتم فيها الفاطميين بمشهد عسقلان هي فترة التراجع التاريخي ليهم قدام السلاجقة. السلاجقة هم أتراك سنة انتموا إلى الخلافة العباسية واستطاعوا هزيمة الفاطميين في بلاد الشام وطردوهم من معظم بلاد الشام. هنا بدر الجمالي اللي أصبح هو الحاكم بأمره في مصر وهو المتحكم في أمورها وهو الوزير القوي للخليفة المستنصر، حاول يثبت وجود الفاطميين بطريقة يخلي ليها الوجود ده ليه رمزية، وكان العباسيين في الفترة دي طلعوا أكتر من
حملة دعائية ضد الفاطميين باعتبارهم ينتسبون إلى اليهود والديصانية وعبدة المجوس وفي محاولة لتشويه الفاطميين. فحاول بدر الجمالي أن يؤكد هذا النسب بشكل واضح عن طريق الاهتمام المزعوم برأس الحسين أو مشهد رأس الحسين في عسقلان. وهنا بدأ يعمل مشاهد احتفالية عشان يهتم بهذا المشهد بشكل واضح. في الحقيقة الفاطميين في الفترة دي كانوا بيواجهوا أكتر من تحدي، انقسامات داخلية ما بين الدعوة الإسماعيلية نفسها المذهب الرسمي للدولة الفاطمية، وده أدى إلى صراعات وانقسامات ما بين فرع من الدعاء أصبح يعرفون باسم الدعوة النزارية وآخرين يعرفون باسم الدعوة المستعلية وهي دعوة أهل مصر. الانقسامات الداخلية عند الفاطميين أوجدت دواعي أن هم يهتموا بمشاهد آل البيت الموجودة في مصر حتى لو ما كانتش موجودة يخترعوها. فكان الأمر اللي هم أن هم يستثمروا في أسطورة الحسين ورأس الحسين عن طريق المشهد الاحتفالي بحمل الرأس المزعوم من عسقلان إلى القاهرة ودفنه في مشهد احتفالي، وأن يتم عمل احتفالات سنوية في ذكرى دخول الرأس إلى مصر. وعلى فكرة حتى يومنا هذا مولد الحسين كل سنة هو مولد دخول الرأس إلى مصر وليس تاريخ ميلاده. أنا لم أقبل بالتعليل، يعني مسألة نقل الرأس من عسقلان إلى مصر، الفاطميون دولتهم في الأساس كانت في المغرب، وأي دولة في الدنيا بترنو ببصرها للمكان اللي بتحكم منه. يعني أنا لما بكون في القاهرة عايز أخلي القاهرة هي الأساس، المماليك لما حبوا يخلوا القاهرة كعبة العلوم نقلوا الخلافة إلى الإيه؟ عشان يزبطوا، ما دولة لقيطة وبيشوفوا إن إحنا مماليك وبننباع، فأنا لما ننقل الخلافة إلى القاهرة فزي ما السيوطي قال بقت كعبة الدنيا القاهرة كعبة الدنيا، فالفاطميين يحكمون من القاهرة. فأنا طيب، والجزء الديني اللي الناس بتشكك في النسب لأجله، إن أنتم من نسل الحسين ولا مش من نسل الحسين، هل أنتم منسبين أم غير منسبين؟ طب لما نجيب الرأس اللي هي رأس الجد اللي بيزعموا انتسابه إليه، يبقى حالة دينية سواء في حالة ضعفهم وحالة في نفس الوقت حماية الرأس. يعني أنا لم أقنع بالأقوال اللي قالها بعض المؤرخين إن الفرنجة أو الصليبيين كانوا هيعبسوا بالرأس أو غيره، يعني قضية صعبة، لكن هي القضية كانت بتحاول صبغ الشرعية عليهم في توقيت بالفعل الدولة كان فيها حالة من الحلال، لكن مع التأكيد على إن النقل كان للرأس ليس لأسطورة. يعني القضية هم فكروا ودفع، ده بيتكلم في مبالغ 30,000 دينار ذهب، مبالغ كبيرة دفعها صالح طلائع بن رزيك للصليبيين كي يؤمنوه على نقل الرأس. وبالمناسبة أنا تواصلت مع بعض أصدقاء ليا في جامعات فلسطينية يعيشون بجوار عسقلان وبقرى بجوار عسقلان، أكدوا لي أنهم من قدمهم ورثوا كابرا عن كابر إلى أن هذا المكان كان فيه الرأس بعسقلان. يعني دول مؤرخين وأساتذة التاريخ الإسلامي، تواصلت أنا معهم وأنا حال كتابتي لكتاب إتحاف أهل العصر بأن رأس الإمام الحسيني في مصر أو أن رأس الحسيني في مصر، أخبروني بأنهم يعيشون في قرى بجوار المكان وأن المكان كان في عسقلان. ونظرا لطغيان الحركة الصليبية في هذا التوقيت، الفاطميين أرادوا أن يحافظوا على الرأس وأن يصبغوا الشرعية عليهم بأن ده جدنا أهو اللي احنا بننتسب ليه، فنقلوه وأقاموا له المقام الذي أقاموه. بالفضل جمالك الله، زهرة فضلك الله، فضلي جمالك الله، زهرة فضلك الله، بطاقة جمالك الله، بالقرآن ضللك. في بعض المصادر بتقول في واقع الأمر أن في رأس حملت فعلا من عسقلان وتم نقلها إلى القاهرة حيث مشهد الحسين. هنا السؤال، من قال بشكل نهائي وصريح إن هذه هي رأس الحسين؟ هو معلوم أن الأرض لا تأكل أجساد الشهداء ولا الأنبياء ولا بعض الأولياء، دي وردت في الأحاديث والواقع أثبت ذلك، وسيد شباب أهل الجنة، فيكون جسمه كما هو. ده حتى لدرجة أنا كنت لسه في الحج اللي فاتت دي قابلت بعض الناس الكبار في المدينة قالوا أن من عدة سنوات في الثمانينيات تقريبا حصل زي سيل عند شهداء أحد هناك في المدينة، بيقول انكشفت بعض جثث أهل أحد فوجدوا أن آثار الدماء ما زالت موجودة، لدرجة أن كان أحدهم وحطت إيده ميت وحطت إيده على جرحه فبيحركوه سال الدم. عندي ابن الأزرق وبأكد بقى عليه اللي هو صاحب تاريخ ميا فرقين وآمد،
الشيخ محمد زكي الله يرحمه رئيس العشيرة المحمدية لما نقل من المخطوطة، الله أعلم هو الناسخ هو اللي كتب خطأ ولا لا، كتب على إنه ابن الأورق، وبعض الناس سلوا علينا قالوا ده هو اللي بيأكد دلالة على إن دي أسطورة، ما فيش عندي مؤرخ اسمه ابن الأورق، أنا فعلا ما عنديش حد اسمه ابن الأورق، ده حقيقة، بس هو مش ابن الأورق، هو ابن الأزرق. وابن الأزرق ده بيكلمني في التاريخ بتاعه على أن الخليفة خرج واستقبل، ودي بتأكد لي على أن الرأس أيضا كانت موجودة في عسقلان، أن الخليفة خرج لاستقبال الرأس من عسقلان إلى القاهرة ووضع في المكان الذي خصص له في المشهد الحسيني. ودي تاريخ، يعني كان وقتها الشيخ محمد زكي بيكلمني عن الواقعة دي، لم يكن هناك تفاصيل ظهرت في هذا التوقيت إلا كلام ابن الأزرق، لكن بعد كده ظهر، والواقعة دي ابن الأزرق ذكرها 570 هجرية، أقرب نص للواقعة، فهو بيكلمني أقرب، أنا بتكلم 549 هجرية، 549 وهو بيكلمني 570، يعني قريب جدا من اللي هي الحادثة، فأنا كشاهد عيان أو معاصر لهذه الأحداث، فإذا هو مصدر دقيق وبيأكد لي على إن الرأس كانت موجودة في عسقلان، اللي هي أتت من دمشق إلى عسقلان ومن عسقلان إلى القاهرة. عندي كمان ابن بطوطة كرحالة وراح وقعد فيها، عندي ابن جبير بيكلمني على النقل ده، عندي الهروي اللي زار عسقلان وقال أوى فيها مكان كذا، ولا زال المكان الذي كانت فيه الرأس قبل أن ينقل إلى القاهرة، وعندي ياقوت الحموي، وعندي رحالة ومؤرخين كثر أكدوا على ذلك، وعندي ابن ميسر، وعندي المقريزي، عشان أوصل بقى لأئمة كبار زي ابن دحية الكلبي اللي حاول ابن تيمية يقول لي إن أنا عندي لا يوجد أحد من العلماء يؤكدون على أن الرأس في مصر، لا، ابن دحية الكلبي اللي ورد عنه قولي بأنه ليس في مصر، صنف جزءاً كما قال الإمام الشبراوي أحد مشايخ الجامع الأزهر بأن رأس الإمام الحسين في إيه في مصر. يا سيدنا الحسين يا ابن الأكرام أنت الرسول رسول عندي الشيخ الشعراوي نفسه، وعندي حديث مهم جدا عايز اعلق عليه عشان الناس بتتكلم على رؤية الرسول دي كأنها حالة كده، في حاجة مهمة جدا الناس لازم تاخد بالها منها، انا ما شفتش واحد عادي بيقول لي ده الرأس هنا، ده انا عندي نص في البخاري وحديث من الاحاديث اللي كادت ان تصل لحد التواتر، ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني حقا، ان لما واحد يشوف الرسول يقول له ده المكان ده فيه الرأس، ما تقوليش بقى اصل انا شفت الشيخ الفلاني وقال لي ده رؤية للرسول، فاكثر من شيخ رأوا رسول الله السلام في المكان وقالوا يا رسول الله إنا زرنا ابنك، قال تقبل الله منكم. دي أكثر من رواية، الإمام الشبراوي في كتابه الإتحاف في حب الأشراف ذكرها، شيخ الشعراوي لما كان في السعودية وزعلان إنه هيرجع لمصر، ودي رواية برضو صحت عنده وذكرها أكثر من مرة وبتأكد على وجود الرأس بناء على حديث، مش بناء على كلام الشيخ الشعراوي فقط، يعني أنا بتكلم على حديث لما يرى الرسول، فهو حزن على أنه هيجي للقاهرة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قال له ما يحزنك يا شعراوي، قال له سأترك جوارك يا رسول الله، قال له إن لنا بمصر بابا يسمى الحسين، فدي تأكيد على أن الرأس ده رؤية حقيقية، أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بتساوي حقيقة. حين تطلع الشمس يطفئ كل إنسان مصباحا، أطفئوا مصابيحكم فقد سطعت شمس الله. إن في حتة من النبي عندنا، هو سيدنا الحسين ده مش الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لنا حسين مني وأنا من حسين، يعني لما يبقى سيدنا الحسين ده من النبي يعني كأن النبي سيب لنا أثر له وكذا. والحمد لله مصر شرفت مش برأس سيدنا الحسين بس، كثير من آل البيت موجودين في مصر. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أسعد الخلق وأحلاهم وأجملهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد